Number zero, Singleton Junior. Number five, Mustafa Lashin. Number seven, Khalid Muhammad Rushdie. Number eight, Waleed Hajar. Number 11, Ghassan Hajar. Number 13, Al-Tayyib Muhammad Al-Khair. Number 22, Khalid Sulaiman. Number 25, Lemon Junior. 31, CJ. Number 40, Irfan Saeed. Number 55, Muhammad Asayed Gazo. Akhiran, 73, Musti Mustafa Hussein. الجهاز الإداري والفني كابتن حاتم مملوك مدرب ويساعده طلال يونس يزن يونس رئيس الجهاز السيد عبد الرحمن أبو فيصل إداري حسن إبراهيم عزت حمدي سليم الرجحي أمين الشيخ دكتور حسين حمد الزعيم السداوي نادي السد نمبر زيرو ماركوس لونسا Number one, Robert Ogen Giard. Number four, El Magico Mustafa Fouda. Number five, Babacar Diang. Number seven, Faisal Abu Isa. Number eight, Ahmad Tahir. 13 عمر محمد سعد 17 احمد سعيد محمد نمبر 80 زيت بوكاس نمبر 22 يوسف ايمن 23 اوستين أجوكا نمبر 24 أوين موغان الجهاز الفني برئاسة السيد خالد عبد الله التميمي السيد جاسم إبراهيم السيد أحمد إسماعيل مدير فني كابتن ياسر أحمد يساعده كابتن محمد الشاذلي دكتور أحمد السيد وإيبو أند زياد هيثم أعزائي الحضور ننتظر مباراة قوية إن شاء الله فاينل جيم السد والعربي ما بين الزعيم والأحلام دقيقة وحيدة وسنبدأ باقي مراسم إن شاء الله الاحتفال عقب انتهاء السلام الوطني عقب انتهاء السلام الوطني هيكون هناك فوتو سيشن كل فريق هياخد الصورة التذكاري صورة التذكارية الجماعية للبطولة بقول لك ايه انت مش
اللاعبين يتفضلوا بالوقوف استعدادا للسلام الوطني والنشيد الأميري الوطني لدولة قطر الآن بعد دقيقة واحدة. وين الجمهور العربي؟ فين؟ فين جمهور العربي؟ لا مش سامع جمهور العربي. جمهور نادي السد تاني اجين جمهور السد. ابو حسام ندعو السادة الحضور بالتكرم بالوقوف في حال القدرة للسلام الوطني لدولة قطر. السادة كباتن الفريق يرحبوا بالسادة الضيوف، ضيوف الاتحاد القطري، فيصل أبو عيسى، خالد رشدي، كباتن الفريقين. تحية للسيد نائب الأول للجنة الأولمبية والسادة الحضور في هذه الذكرى ستظل دائما هي المباراة الختامية الفاينل جيم، أغلى الكؤوس، كأس سمو أمير البلاد 2024. الآن يستعد الجميع عقب تحية الشركات الراعية. خالد رشدي يتوجه لفريقه وفيصل أبو عيسى. السادة الحضور، السلام الوطني لدولة قطر.
شكرا مع أطيب الأمنيات بالتوفيق للفارقين. القطري لكرة السلة، سعداء بوجود حضراتكم بعد اليوم في اليوم الختامي لبطولة أهم وأفضل الكؤوس، بطولة كأس سمو الأمير، بلقاء نادي السد والنادي العربي. طبعا في البداية يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الأستاذ عبد الرزاق حمدون مدير صفحة باسكت بول مع عبدول. أهلا وسهلا كابتن عبد الرزاق، سعداء بوجود حضرتك معنا. حبيبي شكرا كثير كابتن مصطفى، وتحياتي لك ولا المتابعين لصفحة اتحاد كرة السلة بقطر. إن شاء الله بتمنى نشوف مباراة حلوة ندية بين الفريقين اللي يستحقوا إنه يوصلوا لنهائي كأس سمو الأمير المفضل لدولة قطر الشيخ حمد. أهلا وسهلا كابتن. طبعا في البداية لو استعرضنا سريعا كده النواحي التنظيمية واستعداد الاتحاد القطري لكرة السلة في اليوم الختامي لبطولة سمو كأس الأمير، واستعداد كمان لبطولة وصل اللي هتبدأ إن شاء الله يعني بعد كام يوم كده، فحضرتك بس ادينا كده نبذة مختصرة عن الوضع. تمام، مثل ما تفضلت، طبعا قطر عم تثبت وهي أثبتت سابقا الدقة بالتنظيم والقوة بالتنظيم. شفنا بنهائيات كأس كرة القدم اللي صار بقطر 22، كان تنظيم أكثر من رائع بشهادة كل الجمهور اللي كان مشارك حتى بالمونديال. مو غريب أبدا على دولة قطر وحتى على اتحاد كرة السلة القطري إنه يقوم بتنظيم بالمناسبة البطولة. بكرة حتبلش بطولة وصل بنسختها الثانية كفاينل 8. كتنظيم قطر اليوم شفنا كمان مشهد رائع جدا كتنظيميا، كيف دخلنا نحن من قسم الميديا، كيف كان في تنظيم خارجي. صراحة قطر يعني عم تثبت خاصة في كأس أو بطولة كأس العالم اللي بدها تصير بقطر 2027 بكرة السلة اللي يحتضنها قطر. فهدول فينا نسميهم هن تحضيريات انطلاق بطولة كأس العالم بقطر 2027 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا استاذ عبد الرزاق، احنا طبعا يعني سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نستمتع سويا يعني بنهائي يليق باسم طبعا فريقين نادي السد والنادي العربي اللي هو يعني نادي حامل بطولتين، بطولة الدوري القطري وبطولة كأس قطر لموسم 2024، ويطمح في يعني الحصول على ايوه بالظبط. وفي الجانب الاخر نادي السد نادي صاحب البطولات العريق اللي هو بيسعى اليوم ان هو ياخذ او يستحوذ على اهم البطولات السنه دي اللي هي
كاس سمو الامير. صحيح. طبعا احنا لحظات وهنبدا ان شاء الله المباراه. طبعا نقطه مهمه، الفريقين مثل ما قلنا استحقوا التواجد بالنهائي. يعني فريق السد فريق خبره، فريق ثقه بالبطولات، بس فريق العربي مثل ما انت تفضلت محقق بطولتين، يطمح لتحقيق البطوله الثالثه وهي الاهم صراحه. على المستوى الشخصي شايف البنش اكثر لفريق العربي اكثر قوه. بالضبط بالضبط فعل. بدات احداث المباراه والكره مع نادي العربي وخالد رشدي لليمون ليمون، وزي ما حضراتكم شايفين احنا بدايتنا بدايه مان تو مان ديفنس من نادي السد. وجازو وباك بكر وجازو بيعمل كده سبين موف وبيسجل بيسجل باسكت يعني السهل الممتنع زي ما بيقولوا. والكره مع مصطفى فوده بيسلم لماركوس، ماركوس بيدي هاند اوف لمصطفى فوده، مصطفى وبيحاول وبيسجل كرة صعبة بدون يسار لكن بيسجلها. مصطفى على فكرة هو لاعب يعني منتخب قطر، لاعب مش كبير يعني متوسط العمر ولكن أداءه أداء كبار. لا ما شاء الله عليه الموف والجرأة اللي هو كان فيها باللقطة الماضية بتوحي انه هو فعلا لاعب له مستقبل كثير كبير. انك تفوت على السلة وتحط باسكت بايدك اليسار كثير شيء صعب، فكان موف كثير حلو للأمانة. وبرضه دخل دلوقتي زي ما حضرتك شايفين ليمون. ليمون لعيب يعني انا بسميه لعيب الطائر. ليمون لعيب ذو امكانيات بدنية خاصة جدا، يعني لو خد اي طريقة على الباسكت عنده قدرة على التحرك في الهواء، عنده قدرة على الثبات، عنده قدرة على تغيير اتجاهاته، فبيسبب مشكلة لأي دفاع. ورشدي لكن الريباوند من بابك، بابك بينقل ترانزيشن للملعب بسرعة والشوطة وكريش بيشوط لكن الكرة ترانزيشن لليمون. شايفين طائر طائر لعيب طائر. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم هو ليمون كوتش عبد الرزاق، لو حضرتك لحظه تلاقي 99% من الفينش بتاعه بالليفت هاند. بالليفت هاند فيعني اللعيبه اكيد يعني هيحاولوا يوقفوا له على الليفت، هيفرقوا كتير جدا في الاداء. صحيح صحيح صحيح. دائما اللاعب اللي بيلعب بالليفت هاند عنده افضليه اكبر على اللاعب اللي بيلعب بالرايت هاند. ممكن يعمل خربطه اكثر للديفنس بالدربل او حتى بموضوع انهاء البنتريشن، فينا نقول الفينشن. بالظبط كوتش بالظبط. خالد رشدي وبيتعمل بيك اهو وقطع تاني جازو لكن طبعا في فاول، في هنا فاول فاول الفاول هنا على اللاعب ماركوس البيج مان، يستوجب خروج الكره من الحد النهائي. هيدخل الكره واضح ليمون، لسه كريستوفر او سينجلتون لسه ما شفتهاش منه حاجه لحد دلوقتي. خالد رشدي اهو سلم لسينجلتون، سينجلتون ورشدي لليمون، ليمون 1 اون 1 و 3 بوينت لجازو لكن ما بيجيبش، وبياخد ماركوس من اعلى نقطه. والمصطفى فوده بدات يعني المباراه تاخد دلوقتي الشكل التكتيكي، واهو البيك اند رول اهو قطع عشان يستلم، طبعا ما استلمش بيروح يعمل ريباوند وسجلتون لكن في فاول، في فاول. يا ترى كابتن بندر بيشاور فاول على سجلتون. سجلتون فاول على سجلتون، طبعا اوت خروج الكره. باعتقادي كان كول موفق من الحكم. ايوه في كان استعانه بالايد لما كان عم يلم الريباوند بالامانه. ايوه بالظبط. وفوده فوده وابو عيسى بيحاول يستلم لكن راحت لماركوس لبابك، بابك هيسجل ما سجلش. فوده بياخد تاني وبيجدد 14 ثانيه فوده، واللاعب فوده اهو تعمل له سكرين من باباك، يا ترى هيدي وده لماركوس لكن شكلها مش جاي. وخالد سليمان اللعيب الخبره والطائر الطائر شايفين يعني كله بيروح معاه كله بيروح معاه، هو بيلعب فوق الباسكت واللعيبه بتتحرك، بيثبت فوق وبيسلم كوره سهله جدا ليسجل النقطه رقم 6 6 2 لصالح نادي العربي. والكره مع فوده. عم نشوف فريق العربي عم يعتمد على الديفنس القوي بالسويتش حتى بدفاع جدا محكم فينا نقول، وعم يعتمد على الفاست بريك عن طريق ليمون. هذا الموضوع كثير عم يسبب فينا نقول
تعب لفريق السد القطري لحد هلا ما عم يلاقي توليفه ليقدر انه يسجل. بنشوف قافلين تماما، عم نشوف تصويبات ثلاثه على 3 بوينت، بس بدهم ينتبهوا شوي بالديفنس ما يكون شيء اجريسيف اكثر لحتى يحافظوا على الفاولات البونس. حتى زي ما حضرتك ذكرت كنت استاذ عبد الرازق ان طبعا النادي العرب بيلعب لو تلاحظ حضرتك كده على الزون ديفنس ماتش اب، يعني لما الكوره بتنزل على الجنب بيتعمل بيتترب عليه، ولكن طبعا زي ما حضرتك قلت برضه بتبقى مشكله في الفاولات والثري بوينت، وهي دي المشكله الثانيه ان طبعا الزون ديفنس ضربه 3 بوينت او ترانزيشن، فطبعا دي برضه من عيوب الزون ديفنس. هنشوف خالد رشدي رايح الله، لكن بابك يحاول وفعلا بيستحوذ على الكره ويخلص الفرق نادي السد الى نقطه واحده 6-5. لسه احنا في بدايه المباراه، متبقي 6 دقائق و 25 ثانيه على الكوارتر الاول، والكره مع بابكر و يستلمها عم نشوف الديفنس مان تو مان. ايوه رجع مان تو مان فعلا و بيحاول، لكن خالد رشدي راح، يا ترى هيقدر؟ طبعا وقف قدامه مصطفى فودة كابتن منظر بيقول فاول. شوف كان في ذكاء جدا من التعامل من خالد رشدي للامانه، مثل هيك لقطات كثير لاعبين بيعملوا ووكينج عليها، خاصه لما بيكون المدافع قدامك واقف، فهو رمى الكره انتبه. ايوه هو فضل ياخذ الفاول لو ما عملهاش خلاص كان بيوكينج، لكن يخفق خالد في الرميه الاولى بس ما يكون ضرب ناعم ويسجل الثاني، يسجل خالد الثانية ليرفع رصيد العربي إلى 7 نقاط، السد 5. وفودة وكليش خايف الدفاع دفاع بقى خلاص، هو كده بيلعب هو مان تو مان، كل واحد مع واحد، هو دفاع صائد شوية يعني مان تو مان وبينزل تحت ورشدي وبيحاول سنجلتون ده لعيب نجم وبيعرف يخلص. الطائر يا ولد يا ولد، يمين يسار ما عنده مشكلة بيسجل نقطتين وفودة والخبرة خالد سليمان يا كوتش عبد الرزاق لعيب خبرة كبيرة جدا في المنتخب قطر والدوري القطري بشكل عام، لعيب يعني لعيب كبير ما شاء الله عليه. وليمون ليمون ليمون وسجلتون ليمون وسجلتون، لكن ليمون اخذ القرار اخذ القرار الفردي، وطبعا هو القرار الاسرع صراحه. بالفعل ياخذ التايم اوت الكوتش ياسر احمد. طبعا احنا بننوه ان النهائي اثنين مدربين عرب واداء فني عالي جدا من الاثنين، فكوتش عبد الرزاق يا ترى ايه يعني وجهه نظرك او تعليقك على الكاب دي الخمس دقائق تقريبا اللي فاتوا دول؟ شفنا في تركيز بالديفنس اكثر من فريق العربي صراحه، كان في تنويع بين زون ماتش اب وبين مان تو مان، شفنا في اجريسيف مع ذكاء فينا نقول في وتراب كمان مع اللاعب اللي بوقف تربل. أيوة. خاصه بمنطقه هي قريبه من السله. أيوة. شفنا في كثير ستيلز حتى من لاعبي فريق العربي، وطبعا هذا الشيء ناتج عن الديفنس القوي مع ضياع لفريق السد هجوميا، وطبعا لما انت حتكب بال الهجوم فاكيد حتاكل سلات سهله بالفاست بريك. طبعا هذا اللي شفنا في كثير محاولات على 3 بوينتس من فريق السد، بس ما تم غير وحده بنجاح عن طريق بوبكار. بتوقع اذا توفق فريق السد اكثر عن طريق 3 بوينتس يشكل شوي خطوره على فريق العربي، بس لحد هلا الامور رايحه اكثر للفريق اللي محقق لقبين على مستوى الموسم. اتفق تماما معاك كوتش عبد الرزاق اللي فعلا فك شفرة دفاعية للنادي العربي تستلزم الثري بوينت والترانزيشن اوفنس. ده هنشوفه طبعا، يا ترى التايم اوت ده هيكون ناتج عنده تعليمات هتحل المشكلة ولا هيكون في ايه؟ هيتضح ان شاء الله الكلام ده في الدقائق المقبلة. والكرة مع نادي السد، هي بالنهاية كابتن مصطفى لعبة كرة السلة هي مجموعة من الريسك، يعني لازم الكوتش ياخذ الريسك اكثر او اللاعب مثلا لحتى يقدر يفوت بجو المباراه سواء على مستوى الديفنس او على مستوى الهجوم 100%. الكره دلوقتي مع مصطفى فوده
فودة بيحاول ورجدي معاه، كل واحد ماسك واحد وجازه، واداء قتالي يعني اداء دفاع دفاع قتالي من نادي العربي، واللي ناجح لحد دلوقتي يوقف هجوم نادي السد. والثري بوينت الخالد يعني بيحاول، وماركوس ماركوس بينقل لابو عيسى. الترانزيشن السد يعني شويه ضعيف، وده بالتاكيد هياثر عليه شويه لان لازم يسجل. وجازه جازه ريباوند ليمون ليمون ليمون، ده كلمه السر يا كابتن عبد الرزاق. بالضبط بالضبط ليمون بيغير، شايف تغيير اتجاهات هو يا اللاعب. يا 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 هو اللاعب اللي عم يقدر يكسر الريتم مثل ما بده، سواء سريع او ببطئ يعني. ايوه بيتحكم، هو الليدر، فينا نقول هو الليدر، الليدر للفريقين صراحه، لفريقه ولفريق الخصم. فعلا هو بيتحكم في رتم المباراه. وخالد رشدي شايفين دلوقتي في تهدئه تقريبا، في يعني بدا يقف، والديفنس بدا يهدى شويه اهو زي ما حضراتكم شايفين، رجع ديفنس نادي السد. والثري بوينت رجع، لسه بنقول رجع، الثري بوينت دخل، يبقى يعني المسافه كانت اكبر من اللازم، يبقى لازم يكون في شويه ضغط على اللاعبين، علشان اللعيبه دي كلها لعيبه بتشوط، اللعيبه على مستوى عالي. شوف سنجلتون، شوف انتبه سنجلتون، اذا توفق كثير على الثري بوينت راح يسبب لسه خطوره اكبر على دفاع فريق السد، لانه لما بيكون اللاعب الطويل متوفق على الثري بوينت ممكن طبعًا يخلي السله من دون بروتكتر، يعني من دون حدا يحمي الباسكت للامانه، فمشكله مشكله. ودخل دلوقتي فيصل ابو عيسى على السله، ولكن منع من جازو بفاول يستوجب رميتين حرتين، يبقى فيصل ابو عيسى هيشوط رميتين حرتين. الكره مع فيصل، والسكور 14 العربي 5 السد. المباراة قوية جدا من طرف نادي العربي لحد دلوقتي، هو أكثر تحكما في الجيم، وزي ما حضرتك قلت يا كوتش عبد الرزاق، هو يعني هو يعني مسيطر على رتم المباراة. صحيح. وبيسجل السد 14-6، والكرة مع خالد رشدي ومعاه فودة للخبرة لليمون سنجلتون لجازو. هنا ما يتسابش جازو، لعيب 2 متر وحاجه، ما يتسابش في منطقه زي دي قريبه من الباسكت، يبقى لسه لحد الان السد محتاج لسد لبعض الثغرات تحت الباسكت. جازو لاعب خبره، لاعب تقيل تحت السله. ايوه لاعب بيعرف يتصرف بمنطقه البينت مثل ما بده بالظبط، وحتى بالديفنس عم نشوفه كثير عم بيكون فعال جدا لفريقه. متوافقين بالديفنس اكثر، ودائما الديفنس هو اللي بفوزك بالبطولات صراحه. بالظبط، كان له الدور الاكبر. واوستن رايح وبيسجل، بياخد فاول من خالد سليمان، وياخد كمان بيسجل وياخد وان مور، يبقى السكور طبعا كان اتسع شويه 16-6 بالباسكت، ده تقريبا 8، يبقى 16-8، وفي كمان وان مور مع اوستن. نازل اللاعب الخبره، هو طبعا مش كبير في السن، ولكن هو اداؤه اداء كبار وبينفذ فكر مدرب، هو اللاعب سي جي. سي جي لعيب يعني هو مش طويل القامه، ولكن بينفذ اداء تكتيكي داخل الملعب، كمان عنده شوطه 3 بوينت كويسه. وريباوند من جازو، جازو لليمون، ليمون اللي يعني شايفين بيتحرك ازاي، وبيسلم لسي جي. سي جي نازل يهدي الملعب، نزل لسنجلتون، سنجلتون وسي جي مره ثانيه، باقي 4 ثواني على الهجمه، وجازو ثانيه، وسليمان والريباوند من فوده. اول مره بنشوف فريق السد عم يدافع بقوه فول تايم بهجمه 24 ثانيه، خلوهم يشوطوا الثري بوينتس بطريقه مستعجله، قفل عليه بطريقه مضطره تماما. فوده 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 بيشوط وبيسجل. لازم نحكي عن فكره فودا، ساوى كنترول رائع جدا للكره بوضعيه صعبه للامانه، برافو عليه. طبعا عمل دريبلينج رائع جدا، مرق الكره حتى بين رجلين زميله للامانه، ف لا حركه تحترم للامانه. فودا طبعا لعيب خبره كبيره، لعيب منتخب قطر، وبيحاول هنا ما بكر ياخد من جازو، لكن ليمون المنقذ ما تخلوش يطلع. عمل كده باص جميلة جدا لخالد، لكن كانت يمكن أطول شوية من خالد. هي مشكلة التايمينج بتلعب دور. تايمينج هو الباسكت كله تايمينج. الباسكت كله تايمينج. وتوقع، يعني اللعيب اللي عنده تايمينج وعنده توقع للكرة بالتأكيد هيكون ليه أسبقية في أي كرة.
وفيصل ابو عيسى لفودة. فودة بتعمل له البيك من ماركوس، وابو عيسى راح وسجل سجل فيصل ابو عيسى. يبقى يا ترى السكور بدا يتقلص، يا ترى نادي العربي هيعمل ايه دلوقتي؟ هل هيكون ليه تايم اوت ولا التغيير؟ انا شايف موجود مصطفى لاشين على التغيير، وريباوند لكن تطلع من سجلتون، وفعلا تغيير، طلع سليمان خالد سليمان. زي ما قلت لحضرتك كوتش هو لعيب خبره كبيره، لكن واضح ان كوتش حاتم شايف ان الملعب عايز يجري، لان مصطفى لاشين لعيب سريع جدا وبيعمل لعب على الترانزيشن. فطبعا زي ما حضرتك قلت في بدايه الجيم، فرقه العربي عندها البدائل قد تكون اكثر، وبالتالي لو تعب يعني لو جري شويه هيتعب الفريق اللي قدامه، وهو عنده بدائل ممكن يريح. هنشوف فلسفه ايه. وبابكر بيسجل 14-16، باسكت وحيد هو الفارق بين العربي والسد. عم نشوف 8-0 رن من بعد التايم اوت اللي كان فريق السد اخذه بالظبط. ياسر للامانه شابو بالظبط. يعني 8-0 رن لفريق كان سيطر على المباراه. شوف دفاع حتى صار ايوه. عم نشوف في توقع اكثر، نقطتين خبره خبره صعبه لكن جد خبره بالظبط خبره من جازو للامانه. فعلا تقدم تاني نادي العربي بفارق 4 نقاط، بس عم نشوف فريق السد ما عم يقدر يستخدم ماركوس اكثر تحت السله. طبعا هذا بسبب الديفنس القوي اللي عم نشوفه من فريق العربي. صعب بلعبه كره السله لما تلعب سيت كامله ما تقدر تتصرف مع السنتر عندك. برافو على فريق العربي تماما. العربي هو قافل تحت الباسكت على ماركوس بالضبط. تقريبا هو اطول لاعب بالكورت بالزبط. بس عم يقدروا يقفلوا عليه صح. عم يحرموا فريق السد من خدماته، بس فريق السد عم لاقي حلول برا. مثل ما قلت لك، في حال اذا توفق فريق السد هيسبب مشكله كثير كبيره. هو انا برضه كوتش عبد الرزاق شايف ان ماركوس ما بيحاولش، يعني بعد البيك دخل كم مره كان ممكن يستلم لكن ما استلمش. يبقى لازم اللعيبه بعد ما بيتعمل البيك اللي بيعمله ماركوس كويس جدا بيسقط ما بيستلمش. وبالتالي ده بسبب مشكله في التسجيل لنادي السد. لكن السد رجع دفاعيا زي ما حضرتك قلت كوتش عبد الرزاق، لما بدا يقفل الخطوط الدفاعيه بدا يطلع من الديفنس على الهجوم ويسجل بسرعه قبل ما دفاعات نادي العربي ترجع، وهي دي اللي كانت الترانزيشن اللي كنا بنحكي عليه من بدايه الجيم. على السؤال المهم كابتن مصطفى، اذا عم نشوف صار في تبديلين بفريق العربي. أيوة. طبعا هي النقطه اللي حكينا عنها انه في عنده بنش عميق فينا نقول، بينما فريق السد لحتى هلا ما مبدل ولا حدا، كوارتر كامل عم يلعبوا الستارتر فايف. ما بعرف لاي نقطه ممكن يراهن عليها فريق السد. موضوع اللياقه البدنيه بعد موسم طويل، انت عم تحكي على نهايه موسم، حتلعب فاينل مع فريق هو بطل بطولتين بالزبط. لاي نقطه ممكن نشوف فريق السد عم يعني عم بيقاتل بلاعبين الى حد ما راح يلعبوا ممكن ثلاث ارباع الماتش فينا نقول. يعني كوتش عبد الرزاق حضرتك تتوقع وشايف انه ممكن في الكوارتر الثالث او الرابع يبدا يظهر شيء من التعب او الاعياء على بعض اللاعبين نظرا للتواجد في الملعب لفترات طويله؟ هلا ممكن بالكوارتر الثاني يبين معنا اكثر اذا الكوتش ياسر حياخذ شويه ريسك ويجرب لعيبه البنش. مثل ما قلت لك انت عم تحكي عن نهايه موسم بالضبط يعني بالضبط. هلا الجهد كامل حيكون عند اللاعبين، فنشوف فريق السد لاي نقطه ممكن يضل عم بيحارب على هي النقطه. بس انا بتمنى انه يضل على نفس الرتم بدنيا لحتى نقدر نشوف فاينل حلو ان شاء الله. نشوف فاينل يمتعنا جميعا ان شاء الله. والكره مع نادي السد واللاعب فيصل ابو عيسى. فيصل ابو عيسى بيسلم لماركوس لفودا. فودا ومعاه سي جي. فودا وسي جي عم نشوف الديفنس كثير عم بيكون هاي. الله هو ده يبقى لسه متكلمين. الراجل لسه مستلم اهو، وفعلا سجل من تحت الباسكت يا كوتش عبد الرزاق. اول مره يتشاف بالضبط. هي كانت بدايتها حلوه، وفودا للامانه لاعب عنده فيجن كثير حلوه، لاعب بيخدم اللاعب اللي عم يعمل له بيك اند رول بالضبط. بالرول رائع جدا للامانه. فودا وماركوس سوى تريلر حلو كمان.
كمان خبرات فوده كبيره. فوده لعب في الاتحاد السكندري في مصر ولعب وكان من اللعيبه الاساسيين يعني، فاداؤه عالي جدا. منتخب قطر عنده خبرات كبيره جدا. اللاعب سجلتون الفارق نقطه واحده لصالح النادي العربي 18-17 وون وون اهو. يا ترى هيحصل ايه؟ هيشوط سي جي شوتر لكن ما جابش. واو شفت خد من مين؟ الله الله الله، ايه اللاعب ده؟ اللاعب طلع فوق يعني، خد من ماركوس، لعب اكتر من 2 متر 10. برافو يا وبيرد عليه بابك. اللقطه اللي سواها لما شفت شو عملت للامانه صعبه صعبه صعبه، وفي الريفرس بالجهه الثانيه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بس ابو بكر شوف اللاعب اللي بيكون داخل ضمن المباراه اللي بيقدر يسجل مباشره بثلاث ثواني او اربع ثواني يخلي فريقه بالجيم مثل ما عمل ابو بكر. وهلا الجيم يعني سريع، الجيم سريع، احنا مش عارفين نمشي معاه. سريع سريع سريع. والكره دلوقتي مع فوده ومعاه سي جي. 22 العربي 19 السد، متبقي 8 دقائق 45 ثانيه على الكوارتر الثاني. فوده وبرضه السكرين اهو، البكايه اهو هيروح، لكن فوده المره دي قال هجيب انا، ما جابش. وسجلتم من اعلى نقطه، بيحاول يبعدها من ايد ماركوس وابو عيسى. يا حظك يا راجل، ورجعت له تاني. وفوده فوده تايم سكند تشاين، ايوه سكند تشانس عم ياخذها فريق السد لحد هلا، مع يعني ما عم يقدروا يلاقوا حلول داخل. فوده هو اللي لازم يتحرك اكثر برايي. فوده عامل ازعاج، وهو اللي قدر يعمل خلخله في دفاعات النادي العربي بدخوله، فاللعيبه بتتوجه ليه، فهو بيبدا يعمل صحيح الكيك باص لاي لاعب جاي من بره. صحيح، عم نشوف هلا في دخول اللاعب البحريني مصطفى راشد. طبعا مصطفى مستي مصطفى مستي حضرتك يعني لعيب عنده قدرات على اللعب على الاوت سايد والثري بوينت مش عاديه، يعتبر شوتر من الشوترية الممتازين بمنطقتنا العربيه للامانه. بالضبط بالضبط. بابكر و بيسلم لي بابكر تاني والميديم، لكن مش عايزه تيجي يا بابك، مش عايزه تيجي هنا على اوت يعني عم تصير تاني مره معاه هون للامانه. كمان كره مع فوده في نوع من قله الحظ كده بالظبط. بيحاول بابك اهو يعمل سبين موف ويسلم يعني احنا بنتكلم تسمعته كابتن عبد الرزاق قال يبدو هيك يبدو هيك. وفي الفعل ماركوس قدر يخلص الباسكت. 22 العربي 21 السد، وما زال العربي متقدم من بدايه الجيم. صحيح. وموستي وسنجلتون لسي جي، اوه وقعت من ايده كده، لكن راح فوده راح هيسلم لابو عيسى لفوده لماركوس. طبعا الترانزيشن ديفنس لفريق العربي افضل للامانه، افضل تحترم جدا يعني، قدروا يوقفوا الفاست بريك بكل بساطه. وسجلتون النهارده في افضل حالاته يعني، قدر ياخد الكره من دون فاول بالظبط. وسي جي يا ترى هيجيبها ولا لا؟ ما جابهاش. وفوده والترانزيشن، هو ده يا راجل، مين الاول؟ اوستن سكو، اوستن بيسجل ولاول مره، ايوه لاول مره السد يتقدم بفارق نقطه واحده على نادي العربي في الكوارتر الثاني. بس مع هيك لسه في بطء بالفاست بريك من فريق السد لحد هلا. شفنا حتى بهي اللقطه الاخيره كان سينجلتون معه لاخر لحظه للامانه، في نوع من البطء بالتمرير، وهي نقطة كثير سلبية لأي فريق بده يتقدم بالباسكت، لأنه الديفنس بيخدم الباسكت بريك. لو حضرتك تلاحظ كوتش عبد الرزاق، احنا دايما حتى في التدريب يعني أفضل طرق الهجوم أو الترانزيشن الجماعي، صح. لكن حتى الكرة اللي وصلت بهجوم فردي، يعني كان الرايح هو بس أوستن رايح يستلم، صح. الوحيد اللي كان بيجري، صح. لكن العربي بيهجم بالفريق كامل، صح. يعني صح. بيبقى ليمون بياخدهم قدامه ويجري، صح. 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 ليمون بيقول لهم أنا جاهز، أنتوا بس انتشروا بالملعب، خلي كل واحد ياخذ زاوية وأنا طالب توصل لعنده. لكن طبعا غياب ليمون عن الملعب على الرغم من اداء عالي من موستي، ريح فريق السد، ريح فريق السد دفاعيا شوي، بدا ياخد نفس السد، صح. وده هيخليه يقدر يواصل لفتره اطول. خلينا نحكي كمان فريق السد لحد هلا من دون اي تبديل ومتقدم فرق نقطه، يعني تحسب لهم قدر يرجع من بفارق كان وصل ل 12 نقطه، قدر يرجع فريق السد ياخذ الليد لنقطه. عم نشوف لا ماركوس نزل، تمام انا فكرته حيضل قاعد لحد الان، برضه السد لم يغير لاعب.
هاي النقطة اللي كنا عم نحكي عنها. عمق تشكيل الفريق العربي، عمق البنش فينا نقول، لاعب دور كثير كبير. إذا عم نشوف فريقهم شارك فيه لحتى هلا 8 أو 9 لعيبة. عرفان كمان نزل، عرفان اللاعب رقم 40، عرفان لعيب خبرة كبيرة. برضه لاعب لنادي، ولاعب على فكرة عرفان لاعب لنادي السد برضه، ولاعب نادي ريان، يعني خبرة كبيرة في الدوري القطري من زمان عرفان. صحيح. وخالد سليمان نزل لأرض الملعب، يبقى كده اتوقع الملعب هيكون اكثر هدوء للنادي العربي، الحركه فيها تبقى اكثر بطئا، اللعب على السيت بلاي. هنشوف نادي السد هيستغل الموضوع ده ويلعب على الترانزيشن ويجري في الملعب، خصوصا اللاعبين نادي العربي يعني هيأدوا ببطء شويه للخبرات الكبيره اللي في الملعب. اوت. انا كنت هقوم اعطيهم طابه بس. طبعا الواحد ما بينساش انه لعيب يعني. بس تذكرت انه في سماعات. ويلحقوا. وموستي، موستي بيسلم لي عرفان، عرفان لرشدي، لكن فودة بيحط ايده في الوقت الصح. نقدر نقول فودة النهارده موفق، فودة موفق، والدفاع من الفريقين على مستوى البوينت جارد سواء من فريق السد او من فريق العربي للامانه يحترم جدا، عم يدافعوا كثير هاي، عم يكون مع الخصم لتقريبا نص الملعب مثل ما عم نشوف، في اجريسيف بس بوزيتيف اكثر بالديفنس. هي النقطه اللي ندور عليها حتى بالباسكت الحديثه. سليمان يحاول لكن السد يغلق تحت الباسكت، وسليمان ثاني، لكن اوستن بيجري والضنك ولا ايه؟ سجل باسكت مضمون وهو ده الافضل. أكيد. سجل باسكت مضمون اوستن ليرفع رصيد السد 25-22، الفارق اصبح 3 نقاط. ده ما يشوطش، لا ده ما يشوطش، ده ما يشوطش، احنا شوط زي ما انتوا شايفين كده. احنا بسوريا بنسميه ستيف كوري العرب. اه بالظبط. لا لا، هو قصه. الاغرب من كده اخ عبد الرزاق اللي بيشوط وهو بيتحرك في الهواء، يعني ما بيشوطش بالثبات، هو بتلاقيه بيتحرك بيبدا يشوط ويسجل. ويتعادل الفريقين 25-25، والكره هنا مع ماركوس، وباليسار يسجل. لا مشهد ما جابش. موستي موستي موستي، وخالد بيقول له تعالى، لكن ما راحش من ناحيه خالد، وموستي قدر يدخل من هنا. موستي يثبت اعجاب الجماهير واللاعبين بيه. موستي يسجل في الوقت الصعب جدا، يعني غاب ليمون ظهر له موستي. اه طبعا، هو دي ميزه العربي، عنده اللعيب اللي يلعب على الانسايد ويجري بالملعب والترانزيشن، وعنده اللاعب اللي خلص من 3 بوينت. هو بصراحه عنده مجموعه من اللاعبين على مستوى عالي. صحيح. ونزل ليمون وجازو وطلع سنجلتون، طبعا سنجلتون عشان يريح شويه، وخالد رشدي كمان عشان يريح. لكن كوتش عبد الرزاق، السؤال هنا لحضرتك، وجود ليمون وموستي في بعض الاوقات يعني انا شايف ممكن يكون ليه ميزه كبيره، وممكن يكون هيضايقوا بعض في الملعب شويه او ما يكونش ايجابي بشكل اكبر. ده اللي احنا هنشوفه الفتره اللي هذا هذا بيعتمد على الكوتش، الكوتش حاتم كيف موزع الجهد بين اللاعبين. عم نشوف هلا ليمون هو اللي عم يقود الهجمه، معناتها موستي هو ممكن يلعب دور شوتر اكثر. ايوه. الله 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 الله، اله يا جدعان، يعني كل حاجه اتعملت. وبعدين تماما وا اوبا، موف حلو، موف حلو، اوبا موف دوران حلو، هايل جدا من بكر، ويعمل كمان فيك، يطلع الراجل فوق، وبعدها اخذ الفاول، ياخذ فاول هام جدا من جازو. بس جازو طبعا خبرته خلته يعني عمل فاول، بس ما كانش فاول تماما. لا، ويكون فاول عادي، ما يكون ان سبورتمان يعني. العربي يتقدم بنقطتين، ولكن واضح ان بابكر بيقول هنتعادل دلوقتي ولا ايه مع الكره الثانيه. بابكر فينا نقول اليوم فايق اكثر. فايق فايق جدا اليوم، وسجل الثانيه بابكر، يبقى تعادل، يبقى 27 العربي 27 السد، والكره مع موستي الشوطر، ماكينة الثلاثيات، موستي وعرفان لجازو، جازو اللاعب متعدد المواهب لكن بتتاخد من ايده، واللاعب رقم 1 روبرت، روبرت لسه شايفينه في الملعب، وده اول
تغيير لنادي السد. الله الله لعيب بيقف على كورته كده يعني بيعرف امتى بيهدي وبيسجل نقطتين مهمين جدا لنادي السد. الجزء من الثانيه اللي هو وقفه شوي هو اللي كان سبب انه يسجل الكره لانه شاف الملعب بهالثانيه شاف ممكن هو ياخذ الجرأه اكثر ياخذ الريسك ويسجل. برافو عليه وليم الطير لكن ما تجيش وفوده بيحكي الصح وبيروح صح و يعني لعيب هايل صح. وماركوس لفوده ثاني هيشوط ناقصك دي بقى هي دي هي دي هي دي هي دي يا فوده وطبعا بيجيب 3 بوينت بيسجل 3 نقاط قوية جدا مصطفى فودة يرفع رصيد نادي السد لأول مرة. سمع منك قلت له هي دي هي دي ناقصات خلاص سمع منك هو عامل حاجات حلوة كتير كانت ناقصة 3 بوينت بصراحة فسجلها يبقى 32 السد 27 العربي كوتش عبد الرزاق يبقى في صحوة في نادي السد. ضمن المعطيات اللي شفناها لحد هلا نحن عم نحكي عن 17 دقيقة ضمن المعطيات اللي عم نشوفها لحد هلا فريق السد عامل جيم كثير حلو ضمن الامكانيات اللي موجوده انت عم تحكي عن فريق كامل فريق جاهز فريق محضر فريق عنده بنش قوي هو فريق العربي برافو لفريق السد قدر كيف يقدر يخلق مشاكل بالديفنس اكثر قدر كيف يعمل بروتكتر اكثر على منطقه البينت اللي هي كانت نقطه قوه فريق العربي حتى من الناحيه الهجوميه عم نشوف فودا اكثر عم يكون ليدر الليدر والدينامو تبع الفريق بالضبط وبكى مثل ما حكينا صحي صحي اليوم صحي ماركوس كمان سلاح في حال قدر فريق السد يلعب البيك اند رول الصحيحه لانه لاعب جدا قوي مثل ما انه اطول لاعب بالماتش بالضبط بس بعتقد يكون في رياكشن هلا لفريق العربي وهي متوقعه للامانه لحتى اشوف ماتش حلو بالتاكيد يعني بالتاكيد الكرة مع جازو جازو بيسلم لموستي اللي شاط وما يتسابش يا جدعان الراجل ده لو اتساب هيسجل لا وهي فكر لا وهي فكر انه شوط ولا يعني لا لا رهيب رهيب موستي بصراحة بيسجل نقطتين موستي ليقلص الفرق الى نقطتين بعد ما كان 5 نقاط واللاعب روبرت بيسلم لفودة فودة يا فودة يا فودة فودة يعني بيسجل السهل الممتنع جدا انا عم سقف انا عم سقف عن كل لقطه لانه صراحه برافو برافو لفودا كثير تحرك حلو تحرك في نوع من السيلفش بس في جراه بالضبط بالقرار وسبين موف من الخبره خالد سليمان لكن ياخذ فاول يستوجب رميتين حرتين ما زال الصراع في الملعب والمباراه مشتعله بين الفريقين والاداء بصراحه يحترم من كلا المدربين صحيح. صحيح. شايفين في اداء دفاعي كبير جدا والواضح ان الفرقتين او المدربين سواء كوتش حاتم مبلوك او كوتش ياسر احمد يعني الاثنين قاريين بعض قوي مذاكرين لبعض قوي والمباراه احنا اللي هنستمتع في النهايه و 34-31 شوف مثل هيك ماتشات مثل ما انت تفضلت لما بيكون الكوتش حافظ خصمه تلعب دور الفرديات البيرسونال سكيلز الفيجن اكثر للاعب لاعب متوفق اكثر لانه الكوتشيه بالنهايه خلص هن بيعطوا كل شيء اللي عندهم بالضبط الكره هي بحوزه اللاعبين مثل ما بيقولوا بيبقى عند اللاعب حلول يعني لازم اللاعب يكون عنده حلول عشان يقدر يخلص اكيد وروبرت دلوقتي هنشوف هيعمل ايه لفوده فوده شاط رباعيه لكن كان عايز كان صعب عايز ياخدها خالد لكن ما جاتش والكره مع خالد سليمان خالد هيحاول يعمل سبيد موف وفعلا لكن ما بقى في مس ماتش كان شغال شوي بس أيوة امام ماركوس التحرك كان كثير حلو شوف وروبرت يا ابو عيسى يا خساره وحاول فودا فعلا زقها من ايده وما بكر يسجل الكره يا جدعان خصمكم ولا ايه الكره مش عايزه تدخل الصراحه في 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 ضعف بالفاست بريك لفريق السد هي شفناها هلا كانوا 3-1 بس شفنا بس واحد متقدم والاثنين كانوا ورا ايوه مفروض انه يكون في لاعب على هي الكورنر ولاعب على هي الكورنر يكون في عنده حلول للاعب اللي هو طالع على الباسكت بالظبط يكون في تمريرات اسرع هي النقط ممكن يندم عليها فريق السد مع تقدم المباراه لانه انت لما ما بتستفيد من الفاست بريك
مشكله كثير كبيره حتسببها على حالك. واحنا عندنا مشكله، احنا عارفين النادي النادي العربي في اي لحظه ممكن يعديك، ممكن يرجع آه. ممكن يرجع صحيح. احنا لو تلاحظ استاذ عبد الرزاق ال 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 في اللحظات اللي بيغيب فيها سجلتهم على المباراه بيحصل ضرب شويه في المباراة. صحيح صحيح بيحصل مشكله صحيح. فهو بيرتاح دلوقتي لما هينزل بالتاكيد هيحصل حاجه صح. فدلوقتي الكره مع موستي وخالد سليمان ومعه ابو عيسى يحاول وصراع قوي وجازو اللي هيأدي، لكن الراجل ده عملاق يا جدعان. عم نحكي ماركوس هو نقطة قوة فريق استاد صار وبابك أكيد وروبرت لفودة، فودة يصر ويسجل لكن الصفارة كانت قبلها فعلا بالفعل كانت قبل الصفارة كانت قبل ما فودة يشوط. شوف وين بيطلب مراجعة الفيديو. انا دائما بزعل على جهد اللاعبين، فدائما بوقف مع اللاعب مثل هيك لقطات انه اللاعب شاط 3 بوينتس وانت صفرت، ممكن وهي تسجلت للامانه يعني وهي طبعا اكيد هو قرار حكم بالنهايه في قانون، بس انا عم بحكي وجهه نظري، عم بحكي الشيء اللي بحس فيه. اكيد هو طبعا وجود مراجعة الفيديو اكيد فدي سهل. دي فرقت كتير جدا، هو هيتم مراجعة الفيديو دلوقتي 100%. وده طبعا زي ما حضرتك بتقول انا بتعاطف مع اللاعب، اللاعب ده بيبقى يعني فترات طويلة يشوط بال 500 كرة في اليوم بالأكثر، بيتعب عشان يقدر يوصل في لحظة زي دي يقدر يسجل. صحيح 100%. يبقى كده السد متقدم 35-32 ومتبقي دقيقة 45 ثانية على الكوارتر الثاني، وما زال العربي يبحث عن قيادة المباراة كما بدأ في الكوارتر الأول، ولكن السد دلوقتي يسيطر على الجيم في فترات يعني بيتبادلوا في فترات اكثر من نادي العربي. السد واقف صح، فينا نقول وقف صح، فينا نقول عاد صفوفه اكثر. التايم اوت اللي اخذهم الكوتش ياسر جابوا بنتيجه كثير منيحه للامانه، يعني خاصه على مستوى الديفنس. تم تفعيل ماركوس اكثر على مستوى الديفنس بالضبط، صار في سويتش اكثر، صار في اجريسيف اكثر، بوزيتيف مثل ما فينا نقول لديفنس فريق السد عكس اللي كان بدايه المباراه بالظبط. قلبت الماتش، قدر السد ان هو يقفل او صحيح. يغلق الثغرات اللي صحيح. كانت موجوده تحت السله. ماركوس معاه توشت، ماركوس هيشوط طورتين، ماركوس سجل الاولى ليرفع الفارق الى 4 نقاط. ويخفق في الرمية الثانية، وموستي مع الكرة، موستي والبيك اهو، ورايح موستي عم شوف رايح ديفنس مان وبيسجل، رايح وبيسجل. برافو، بيقدر الراجل ده يثبت في الهواء ويعدل من وضعية جسمه والبالانس ويبدأ يشوط. نضج كبير عند موستي على مستوى الفردي فينا نقول، سواء مع فريقه او مع منتخب البحرين. برافو عليه، لاعب قدر يطلع بالفتره الاخيره ويحفر اسمه ضمن اللاعبين الافضل بمنطقتنا العربيه فينا نقول، وحتى على مستوى اسيا. ايوه، لدرجه الاتحاد العربي يعني استقدمه كلاعب محترف، ودي حاجه بالضبط. يعني بالضبط. بالضبط. والترانزيشن وفوده ترانزيشن ديفنس، قال له انا هنا، بيقطع فوده الكره، والكرة مع نادي العربي دلوقتي، الفارق باسكت او سلة واحدة، ومتبقي 54 ثانية ونصف، والكرة مع نادي العربي. صح. خالد سليمان في الملعب، المباراة قوية بين اللاعبين وبين المدربين خارج الملعب، كوتش ياسر احمد وكوتش حاتم مملوك، والكرة هنا مع خالد سليمان ومعه ابو عيسى. خالد بيسجل المباراة، كمان فيها خبرة، خالد خبرة كبيرة. صحيح. خبرة، هو كان طالب فاول يعني. صحيح. هو مش عايز باسكت بس. صحيح. هو طالب فاول. ويتعادل الفريقين 36-36، وشايفين في الإعادة حضرتك لسه عم يطالب بالفاول. وفودة لروبرت، والسكرين هم ماركوس، 7 ثواني، ايوه 5 ثواني، خلاص ثانيتين خلاص اتقطعت الكرة، كتير كتير. وخالد متبقي 12 ثانية بالتأكيد هيقف شوية، لا ما وقفش وطلع، لكن خد فاول، وده حظه طبعا انه خد فاول لأن كانت هتتاخد الكرة. خد فاول وده الفاول الثاني،
صح. على اللاعب رقم خمسة. بابك وطبقي 8 ثواني، 8 ثواني بس اللي معانا. وموستي بذكاء كده، بذكاء كده ياخد الثلاث ثانيات وتبقي 6 ثواني وثلاث اجزاء، وقدر موستي في وقت حرج ياخد فاول بثلاث نقاط. شوف هلا كنت من شوي عم اقول لك موستي وصل لمرحله نضج كثير رائعه على مستوى كره السله، على مستوى لعبه يعني. فينا نقول اللقطه اللي حصل فيها على ثلاث شوطات مليانه خبره، مليانه نضج، قدر كيف فينا نسميه نحن بالسوري ركب له الفاول، ركب له الفاول 100% يعني. بالضبط بالضبط، قال له تعال دافع بس خد فاول، ركب له الفاول، ركب له الفاول، بنسميها لبسه الفاول. تمام لبسه الفاول المصري بالضبط، ركب له الفاول 100% يعني، برافو عليه. لا لعيب خبره، لعيب كبير بوستي، وكمان يعني ما شاء الله، الله اكبر عليه، تركيزه عالي، الريليز الريليز هون الرسخ عنده، الريليز رائع جدا طبيعي. رائع جدا. سجل الاولى وسجل الثاني، ان شاء الله ما يكب وحده يقولوا ضربنا معي. سجل الاثنين بقى خلاص حتى لو لا ما شاء الله عليه، هو شويه هو تعبان كثير على ايده بالامانه. واضح واضح ده مجهود ده. وسجل الثالثة، وبالفعل بالفعل احترم التايم اوت في الوقت ده، هو خلاص تايم اوت ده ضايع عليه ضايع، فاخده الكوتش ياسر، باقي 6 ثواني، يبقى هيلعب يعمل لعبة في 6 ثواني دي، يحاول يسجل منها لإما يتعادل او على الاقل يسجل باسكت يخلص فارق الثلاث نقاط ده. بالتاكيد كوتش يعني حاجة جميلة جدا، وانا والله يعني سعيد جدا يعني بتواجدك معايا النهارده، والمباراه فعلا مباراه قويه وحماسيه جدا جدا جدا. والتايم اوت مع السد، تتوقع كوتش عبد الرزاق ايه اللي هيكون باقي في الست ثواني دي؟ بدي بس اثني على الكلام اللي قلته، فعلا هي مباراه تستحق كلمه نهائي. ايوه كاس سمو الامير، نهائي الاقوى او الاكبر فينا نقول او الاغلى بالضبط بدولة قطر. فريقين محترمين، كوتشين محترمين، لعيبه عم يعطوا كل شيء عندهم. بتوقع يكون في 3 بوينت شوت، هلا ما بتوقع هي حتسجل ولا لا، بس بتصور انه حتنتهي السيت عند لاعب بشوت، وعلى الاكثر على الاكثر بتصور بابكر اتوقع. هو حتى انا شايف في الملعب نزل عمر سعد، عمر ده لعيب شوتر كويس كمان، ممكن يعني شوتر بس ممكن. هو طبعا لسه نازل، لكن هيقدر، ممكن هو لعيب اصلا شوتر ولعيب كويس جدا. وعلى الجانب الاخر العرب طبعا بيعمل بريس عشان ما يديش فرصه للطيب، يعني يحاول يخلص 6 ثواني قبل ما يوصل للحلقه. وليمون نزل يجري مع روبرت اللي هيقف ويشوط، وفعلا وقف وشوط، لا ما سجلش. وبكده تنتهي احداث الشوط الاول بتقدم نادي العربي 39-36. وطبعا لسه معانا الشوط الثاني، هنشوف فيه حاجات كثيره جدا، لكن كل اللي اقدر اقوله انا كوتش عبد الرزاق، انا سعيد جدا بتواجدي معاك النهارده واشكرك، وان شاء الله تتكرر معانا مره ثانيه باذن الله. شكرا يا فندم، انا اترككم لفتره قليله ان شاء الله مع التحليل، ونعود لحضراتكم في الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور مصطفى حافظ المدير الفني لنادي الخور والمحلل بقنوات الكاس يشرفنا النهاردة. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بك كابتن صايب. دكتور مصطفى، شوط أول ممتع، من زمان ما شفناش نهائي بالمنظر ده. لا ليه، ما شاء الله، يعني كل سنة بيبقى فيه نهايات كويسة ما بين الفرق اللي بتوصل فاينل. السنة دي كمان شفنا العربي مع الأهلي في اتنين فاينل في الدوري وفي الكاس، فكان لا يعني كان بيبقى طاف جيم وبيخلص في آخر يمكن آخر دقيقة في الجيم. بس النهاردة هو متعة الباسكت بتاعت الجيم النهاردة من الأول، إن لا في تيمبو كويس وفي باسكت كويس وفي تركيز من الفرقتين. وعايز أقول لك يعني 10 بونت العربي فرق بيهم في الكوارتر الأول، وبعد كده استد بسرعة، رجع وعمل كامباك بسرعة. فعايز أقول لك إن تيمبو الجيم سريع وشكل الجيم يليق بنهائي كاس سمو الامير. يبقى زي ما انا قلت نهائي مختلف شويه. طيب عامه زي ما حضرتك قلت يا دكتور، دلوقتي الجيم بدا، هنقسمه لثلاث اجزاء. الجيم بدا الاول بتفوق للعربي، عايزين نقول ايه اللي كان مخلي العربي متفوق. اللي خلى العربي متفوق ان حصل فيه فاست بريك كتير جدا من عند العربي، وده نتيجه ان ما كانش فيه ريباوند كويس من عند السد. فكان العربي متفوق في الكوارتر الاول في الريباوند عنده، وكان بيجري على طول. خالد رشدي كان بيجري، جازو نفسه كان بيجري، سينجلتون في الريباوند كان بيشتغل تريل بعد ما بيطلع الباس، فبيرجع بيستلم بيلعب بيك اند رول. فعايز اقول لك ان الجري اللي حصل عند العربي في الكوارتر الاول ده اللي خلى الجاب بتاع السكور عنده حصل في العشرة بونت بتوع الربع الاولاني الكوارتر الاولاني. طيب الجزء الثاني تماسك السد ورجوعه للجيم. بص انا هقول لك حاجه، اللي عايز يكسب المباراه النهارده لازم يدافع كويس، يعني مفيش بديل عن الدفاع. السد يعني من بعد ما كان خسران 10-0 وبعد كده رجع، السد ماسك في الجيم جدا بالديفنس، بيعمل كلوز ديفنس كويس جدا، بيعمل اجريسيف على الكوره كويس جدا، بيعمل يعني مع الكوره اللي بتروح عند موستي مثلا لما نزل في ربع الثاني او عند ليمون، تلاقي في كلوز حصل للزون عند زي ماتش اب كده عند السد. ده بيخلي الاختراقات بتاعت ليمون بتبقى ضعيفه، واحنا عارفين ليمون البرسنتج عنده في الشوتينج مش عالي، فبيعتمد على البنتريشن كتير. فالكره بتبقى مع ليمون بيحصل كلوز للبينت كبير جدا، فبيضطر ان هو يطلع لخالد او بيضطر ان هو يطلع لسنجلتون. سنجلتون بيلعب بيك اند رول كتير مع مصطفى حسين. فاللي عايز اقوله لك ان الدفاع اللي عند السد هو اللي مخليه واقف على رجله لغايه دلوقتي، وهو اللي خلاه تفوق في مرتين او في ثلاثه، وده اللي خلى كوتش حاتم ياخد تايم اوت مرتين لما السكور وصل لثلاثه وخمسه بونت الافريج. هو بعد ما كان متقدم زي ما اتفقنا 10 اتقدم عليه بقى بخمسه وثلاثه بونت زي ما حضرتك قلت. بالظبط. طيب ليه حلول العربي وقفت؟ يعني حتى الحلول في الاخر بقت حلول فرديه، يعني نشوف موستي مره، نشوف خالد مره وهكذا. هو بص العربي في مشكله عند اللعيبه. اللعيبه لما بتحس، ودي مشكله بتبقى نفسيه شويه، اللعيب لما يحس ان السكور وصل 10 بونت فبيعتقد ان المباراه سهله فبيحصل تراخي. لا، المباراه لا سهله، وما ينفعش التراخي يحصل في اول الجيم بالمنظر ده. لا، فانت لازم ان انت التيمبو بتاعك يبقى زي ما ابتديت، لازم بتمشي بيه في المباراه لغايه ما توصل للنهايه. بس ما ينفعش ان يحصل دروب ليزي. الدروب اللي حصل انا بسميه دروب ليزي، اللي هو في كسل حصل خصوصا عند دفاعات العربي. دفاعات العربي البيك اند رول سهل جدا بيتلعب، الروتيشن حتى في الوقت اللي عرفان نزل فيه كان روتيشن ضعيف جدا. مصطفى بياخد البيك اند رول وكان بيروح، بابا كار بياخد البيك اند رول وكان بيروح، بيحصل فاولات تحت الباسكت، حصل كذا مره ريباوند اوفنس عند السد على العربي. مزبوط. فاللي عايز اقوله لك ان حصل في 7-8 دقايق ما بين اخر الربع الاول وما بين منتصف الربع الثاني حصل ركود كده شويه عند العربي. الريباوند ما بقاش موجود، الديفنس بقى في تراخي، الاوفنس حتى احنا شفنا خالد سليمان، بالرغم ان خالد طبعا لعيب كبير ولعيب خبره طبعا، بس ضيع كورتين تحت الباسكت اللي هم ايه سهلين جدا. عرفان ضيع كره تحت الباسكت سهله جدا، ففي كور جازوا نفس الكلام. برضو اللي عايز اقوله لك نتيجه التراخي اللي بيحصل، تلاقي اللاعب يبقى مركز والاربعه التانيين بيحصل لهم ركود شويه. اللعيب اللي مركز ده مع الهايبر اكتف اللي عنده تلاقيه بيحصل فاول واثنين وثلاثه زي اللي حصل عند جازو. بالظبط. تلاقي جازو وقع في تراب الفاول بدري، ده يعمل مشكله عند العربي ويعمل مشكله عند الكوتش.
المشكله الثانيه اللي موجوده مثلا عند السد. السد لغايه دلوقتي لعب 6 لعيبه، العربي لعب 9 لعيبه. مظبوط. البنش لو شفنا في الستاتس هتلاقي البنش في السكور اعلى من السد، فاحنا كنا عايزين نشوف عمر سعد، وكنا عايزين نشوف اللعيب المحترف اللي هو البوينت جارد كان نزل من بدري شويه، فعايز اقول لك عايزين نشوف احمد سعيد. قلت فيها بخمسه وسته بونت، يعني ارمي الناس وجرب وشوف ووزع الحمل على اللعيبه علشان ما يحصلش دروب زي اللي حصل مع مصطفى فوده. مصطفى فوده دلوقتي ترابل فاول، السكند بوينت جارد اللي عنده او المين بوينت جارد ده البوينت جارد الاساسي اللي عنده، لما يحصل دلوقتي ترابل فاول اضطر ان هو ينزل عمر سعد في اخر دقيقه او اخر سوري اخر ثواني. فاللي عايز اقوله لك ان لا، حاول ادي 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 فرصه للناس، خصوصا الناس دي بتلعب طول السيزون، احمد سعيد بيلعب، عمر سعد بيلعب. فاللي عايز اقوله لك ان ما ينفعش ان انا اعتمد على خمس لعيبه مش هقدر اكمل بيهم لغايه الاخر، ادي فرصه للناس تلعب مره واثنين وشوف في الاخر انت هتخرج الجيم باللعيبه الفايقه اللي عندك اللي هتفنش بيها الجيم بتاعك. طيب يعني دي وجهه نظر طبعا تحترم، ولكن في برضه راي تاني يقول لك ان في النهائيات ما اقدرش اخاطر قوي. انا معاك، بس يعني انت هم دول اللي شغالين فخلاص، هم دول رجالتي بس اللي انت هيخلصوا. بس انت خد بالك ان ده الخمس لعيبه دول لو بدنيا زي ما انت ما بتقول اوكي، انا معاك في النظريه دي اوكي، يعني هو برضو بتبقى ريسك، يعني ريسك، وبتبقى برضو اراء مدربين في الاخر. الخمسه شغالين، بس الخمسه شغالين لحد امتى؟ الجنب الثاني بيلعب عليك. وخصوصا ان السكور كلوز، عارف لو السكور 10 12 بونت كنت اقول لك اوكي مفيش مشكله. بس الجنب الثاني بيلعب معاك، بيلعب عليك بلعيب واثنين وثلاثه وبيغير عليك، انت موقف الخمسه بتوعك، السكور ماشي باسكت 3 بونت 5 بونت، فالسكور الماتش ماشي كلوز. لو انت مشيت بالريتم ده اللعيبه عندك غصب عنها هتتعب، غصب عنها هتقع في الفاولات، مش هتلاقي بعد كده عندك الناس تكمل. هو ده قصدي، بس لكل مدرب فلسفة احنا بنتناقش فنيا طبعاً، اكيد طبعا ما بنقولش الصح او الغلط، بس هي زي ما انت قلت هو بيبقى كل مدرب هو بيدير المباراه زي ما هو عايز. طيب زي ما حضرتك ذكرت الريباوند بعد ما كان لهو للعربي اتسيطر تماما منه على السد. يعني انا عايز اقول لك دلوقتي الريباوند التوتال ريباوند عند العربي احنا بنتكلم في 17 كوره، 14 في الديفنس و3 في الاوفنس. 3 في الاوفنس. خد بالك بقى عند السد ده اللي انا كنت بكلمك عليه، 22 في 13 في الديفنس وفي 9 في الاوفنسيف ريباوند. بياخدهم من العربي. ما هي دي بقى يعني يعني انت 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 في فاعليه موجوده في الريباوند عند السد بالنسبه للعربي اعلى. بس انت الستاتس كلها خلي بالك ماشيه ايكوال ما عدا البنش بوينت. دي النقطة المهمة جدا اللي احنا لازم نحطها في الاعتبار واللي ممكن نتكلم عليها بعد الماتش ما يخلص. البنش بوينت هنا عندك 13 نقطة للعربي مقابل باسكت للست. ده اللي هو اوريدي زي ما انت حضرتك قلت 6 بس. الباسكت اللي جابه تقريبا ماركوس اللي هو البوينت جارد اللي نزل اللي هو الباسكت اللي جابه. فاللي عايز اقوله لك ان البنش هنا والروتيشن اللي بيحصل مع اللعيبة ده اللي هيخلي فيه، يعني ده اللي ممكن يودي الجيم لناحية تانية. ده اللي هيفرق. أيوه. بالظبط. طيب بالزبط. لو ختاما يعني قلنا مين النجم اللي كان في الفترة الأولى، عفوا الشوط الأول، يعني مين في أي فريقين؟ موستي الورقة الرابحة دلوقتي اللي عند العربي. العربي اللي فترة اللي ما كانش بيجيب فيها باسكت بالزبط. موستي هو اللي كان بيحل من ساعة ما نزل، جاب 3 بوينت 2 وجاب باسكت بقى 8 بونت، وبعد كده الخمسة بونت اللي طلع عليهم السد على العربي كوتش حاتم اخذ تايم اوت، بعد التايم اوت قام جايب الثلاثيه الثالثه. فهو الورقه الرابحه اللي موجوده عند العربي هو موستي، وموستي لو ما حصلش عليه اجريسيف ديفنس، موستي السكور بتاعه احنا بنتكلم في 13 نقطه، السكور بتاعه ممكن يوصل ل 23 و25 نقطه في مباراه فاينل، يعني موستي لازم يكون في رقابه عليه من جانب السد احسن وافضل من كده. تمام. حاجة أخيرة، مصطفى فودة، بما أن حضرتك ذكرت موستي في العربي، مصطفى فودة أنا شايف برضه ما شاء الله بيأدي هايل. مصطفى عامل الواجبات أو متوظف زي ما كابتن ياسر هو يعني مصطفى هتعمل كده في الديفنس، هتراقب كده في الديفنس، هيحصل مثلا هيلبنج من عندك في اجريسيف للكوره مثلا لو عند خالد رشدي أو عند مصطفى حسين، أنت اللي هتضغط على الكورة أوكي، وفي واجب عليه كوظيفه في الهجوم برضو ماشي، يعني زي ما نقول ايه ماشي بحذافير التعليمات بتاعه المدرب. ينقصه حاجه واحده، ان مصطفى
عنده اندفاع شويه في الديفنس. الاندفاع ده بيخليه هو يقع في فاولات بدري بدري. فاولات البدري بدري دي اللي بيقع فيها هيعمل مشكله يعني عند السد وعند كابتن ياسر. تمام. خالد رشدي كان فايق في الاول وبعد كده اختفى شويه. بص خالد من اللعيبه الكبيره اللي هي بقت يعني بيقدم موسم ما شاء الله يعني. هو خالد تقل في الملعب ما شاء الله وبقى عنده خبرات كويسه جدا، ويعني من اللعيبه اللي خلاص اللي بدات زي ما نقول بقى عندها نضوج. ينقصه حاجه واحده، خالد لو لعب يعني بطريقه هاديه ولو بقى ريلاكس اكتر من كده في الملعب وحصل ان هو يحصل فيه كنترول عليه شويه على اعصابه، خالد هيبقى في حته ثانيه خالص. يعني خالد هيبقى يعني خالد من الناس اللعيبه الجميله جدا، انا على المستوى الشخصي بحبها جدا، بس هو يحصل من عنده بيتعصب سيطره بزرق. طبعا يعني اللاعب برضو خد بالك لازم يبقى يعني في سيطره على اعصابه جوه الملعب، خصوصا انت تلعب فاينل. فلو خالد فعلا يعني خالد من الناس الجميله بصراحه وانا يعني بحبه على المستوى الشخصي وراجل يعني جميل والباسكت بتاعه جميل، بس يهدى شويه في الملعب ويهدى على نفسه شويه ويهدى على اعصابه هيبقى في حته ثانيه خالص. مظبوط. بنشكر حضرتك. هو خلاص فاضل 20 ثانيه على بدء الفتره الثالثه والرابعه. انا بشكرك كابتن صهيب والمره العاشره وال20 يعني بيك. انا بحب اكون موجود طبعا في القناه بتاعتنا قناه الاتحاد القطري لكره السله، فيعني شكرا على الدعوه الكريمه دي. اتشرفنا بيك وان شاء الله تكون تكمل مباراه باذن الله ممتعه زي ما كانت في الفتره الاولى والثانيه، ونشوف نهائي يليق بكاس سمو الامير. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لحضراتكم تاني وأحداث الشوط الثاني بين نادي العربي ونادي السد. وابتدأ الشوط الثاني بثري بوينت من اللاعب روبرت، وفي البداية طبعا بنرحب بكابتننا الكبير كابتن سامر أستاذنا اللي احنا يعني إن شاء الله نستمتع معاك النهاردة بنهائي كأس سمو الأمير. أهلا كابتن سامر. طبعا المباراة كابتن سامر بدأت بتقدم بالنادي العربي ملحوظ، بعدين لحق بنادي السد ودخل في المباراة. بالظبط بالظبط، رجلي من اللاعبين المهمين جدا، لاعب منتخب قطر، لعيب عنده خبرات كبيره. وشفنا دلوقتي موستي بثري بوينت وابو عيسى يرد عليه، فيصل ابو عيسى يرد عليه ثري بوينت قوي جدا من فيصل ليتسع الفارق مره اخرى الى ثلاث نقاط لصالح نادي العربي. والكره مع خالد رجلي لخالد سليمان، والكره مع رجلي ثاني، وشايفين حضراتكم الدفاعات من تمنه، وبيشوت سليمان خبره كبيره كابتن سامر خالد سليمان. بالظبط فارق كبير. بالظبط بينفذ فكر المدرب داخل الملعب. وهنا في فاول لصالح نادي السد.
او مستي بالظبط. بنستمتع وخصوصا بموستي وطبعا فيصل من اللاعبين فعلا الشوتريه وموستي وكره يعني احنا بنقولها بالبلدي كده من خرم ابره. فعلا كره جميله جدا من موستي بيسجل نقطتين ليرفع رصيد النادي العربي الى 49-42 ولاول مره الفارق 7 نقاط. ايوه بالظبط هو مستوى زي ما حضرتك قلت اذا مستوى جاب فيصل بيرد عليه وهي دي حلاوه المباراه فعلا انها المباراه النهائيه فعلا طليق بالظبط 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 كده وكده ان شاء الله يعني شايفين مباراه قويه وبيحاول جازو يسجل وبياخد كمان فاول والوان مور يبقى يا ترى نادي العربي هيستمر الربع الاول هو الافضل بين الفريقين اذا لاحظت حجم خطوره اللاعب الطويل عند نادي الساد ايوه كان يعمل مرات لمتين وخروج رشدي عند خروج رشدي فقد عنصر الطول الساد رجع للمباراه لكن جازو هو لعيب عملاق بامكانيات لاعب يعني بيلعب جارد او حاجه بره يعني بيشوط وبيخلص تحت الحلقه والكره مع فوده فوده لروبرت روبرت هيشوط ولا لا روبرت بيحاول وبيسلم لبابكر المتالق اليوم وهنا في اوفنسيف فاول على سنجلتون اوفنسيف فاول سوري على ماركوس 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 وموستي اللاعب ماكينتي الثلاثيات زي ما احنا بنقول لعيب شطر على مستوى عالي جدا بيسلم لرشدي يا رشدي ما جاتش وفي هنا يعني مباراة ثانية ما بين سنجلتون وماركوس سنجلتون عم يستخدم عنصر الخبرة سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية عم يحصل على أخطاء شفناها قبل قليل أخذ الأوفنسيف فاول والآن بالريباوند قدر استطاع أن يحصل على الريباوند إمكانياته متعددة يا كوتش لعيب بيقدر يخلص من برا ومن جوه هو لاعب عقلية الفوز يعني عارف إمتى المباراة مش ضروري التسجيل لكن عارف إمتى ياخذ الفاول دي مهمة جدا ولما لاعب يوصل للنقطة دي يا كوتش بيبقى يعني بيقدر يكون ليه أثر كبير في أداء فرقته. سنجلتون بيسجل ٥٥-45 الفارق 8 نقاط والكرة مع العربي ويسجل الثانية سنجلتون والفارق 9 نقاط يا ترى المباراة هتفرق ولا ايه هنشوف لكن نادي السد بالتأكيد هيكون ليه رأي تاني وشايفين باباكر بيشاور لأبو عيسى والسكرين ده بيتعمل لكن اوت على نادي العربي بالظبط ودي مشكلة طبعا هو نادي العربي عنده بنش تبديلات يعني يطلع موستي ينزل ليمون يطلع خالد رشدي ينزل جي سي جي يعني في لعيبه كتير بره وروبرت يا ولد يا ولد ده اللاعب اللي في الوقت الحاسم بيسجل بيقرب السكور تاني وبيرجع للجيم والفارق 6 نقاط 6 نقاط هم الفارق وخالد سليمان وجازو لسنجلتون ومع ماركوس سنجلتون وماركوس شاط وما جابش وخد فوده ولعيب خبره بيقدر يظهر فاول بتاعه وفعلا فاول لصالح خبره يعني حضرتك عارف ان طبعا فوده لعب في نادي الاتحاد السكندري فوده لعيب هنا في منتخب قطر خبراته كبيره سيد البلد فهو لعيب يعني عنده خبرات كبيره جدا اللاعب مصطفى فوده
ومكسب لنادي السد السنه دي. وفودة فودة فودة بيسلم ل روبرت روبرت و هيشوط تاني روبرت ولا ايه؟ دفاعات زون ديفنس من نادي العربي ودخل، لكن يا ولد يا جاز وجابها من فوق الحلقة. روبرت يوفق، روبرت في حالاته لكن يسجل ويقلص الفارق ايضا، يعود الى الثلاث نقاط اللي بدا بها المباراه. والخبره الخبره، شفت الفيك باص ده؟ يعني حاجه تدرس من خالد سليمان. جود يا ابني، برافو عليك يا خالد، خبره كبيره في الملعب زي ما حضرتك ذكرت من اول الكوتش سابر ان خالد فعلا لعيب ليه امكانيات خاصه جدا. يعني تحس انه لاعب عنده 20 سنه يعني. خالد ما شاء الله، الله اكبر عليه. خالد رشدي، خالد رشدي واتعمل له كده البكايه من سجلتون وراه، يعني شوف عمل له اوه عمل تابنج وخد الكوره وسجل سجلتون، ويتسع الفارق مره اخرى الى 7 نقاط. وروبرت الموفق من الاوتسايد، وفودة اللي بيؤدي اداء الكبار النهارده يؤدي يا 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 سنجلتون، والترانزيشن اللي بيعمله العربي من بدايه الجيم وناجح فيه، وموستي يقف في الهواء وياخد فاول يستوجب رميتين حرتين. المشكله اللي بتقابل السد يا كوتش سامي ان العربي في اي لحظه ممكن يفرق. هل حضرتك هو ممكن يكون كوتش ياسر خايف يجازف في المباراه النهائيه؟ هو في لعيبه بره كويسه، يعني انا شفت عمر سعد من اللاعبين الكويسين جدا ولاعيب منتخب وجامد، ممكن هنشوف طبعا. اكيد كوتش ياسر ليه فلسفه واكيد هيورينا حاجه دلوقتي. و بيسجل النقطة رقم 60 ولا 59 لسه نشوف. وروبرت لابا بكر يا بابك، وفيصل بيحاول وموستي بيجري، شايفين 3-1، يبقى هنا في ترانزيشن صحيح، وموستي يسجل والتايم اوت يعني اللي هنقول صحيح مليون في المية. بالظبط مفيش بديل، احنا ما عندناش بديل، يبقى اكيد كوتش ياسر هيحاول دلوقتي يعني يجعل اللعيبه تلتقط انفاسها بعد الوقت. وفي بره مثلا عمر سعد، في احمد سعيد، في لعيبه موجوده بره، في يوسف، يعني اكيد هو طبعا كوتش ياسر هو اضرب لعيبته وهنشوف ايه اللي هيحصل. زي ما حصل في بدايه الشوط الاول برضه فرق العربي وبعدين قدر السد انه يرجع للجيم مره اخرى. هنشوف بعد التايم اوت يا ترى مين اللي هينفذ فكر مدربه، كوتش ياسر احمد التايم اوت هيرجعه للجيم زي ما حصل في الكوارتر الاول، نفس الشيء كان في تقدم تقريبا 10 بونت برضه، وبرضه قدر كوتش ياسر انه يرجع للجيم مره اخرى، ولا كوتش حاتم المره دي هيكون ليه راي تاني. الكرة مع السد والفارق 10 نقاط، 61 51، واضح كوتش ان السكور النهارده هيبقى عالي. ايوه والكرة هنا مع فودة، فودة ومعاه رشدي، وروبرت بيحاول يستلم، وبوستي بدأ يلزق لروبرت، روبرت عشان بدأ الراجل ده يسجل،
يعني عنده شوطه كويسه والباص لبابكر اللي هيشوط لا ما شافش راح على الدرايف وموستي قطع والترانزيشن لا رجع بدا يرجع السد وموستي قال له لا 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 ده اداء كبار ده اداء كبار اه يعني 23 نقطه وفعلا الوقت اللي لعبه في المباراه بيتهيألي وقت قليل مش كبير ايوه وفعلا الكره دي تدل على اجهاد اللي وقعت من ايد فودا والكره هنا مع رشدي وسنجلتون سنجلتون لسليمان ما بيرحمش الراجل ده والله ما بيرحمش ما بيرحمش يعني بيدوس في بيعرف امتى يسجل الفرقه نامت بيدوس عليها فعلا اداء عالي جدا من لاعبي النادي العربي وصحوة من النادي العربي والفارق يصل الى 14 نقطة ويعني اخيرا اخيرا الكرة وصلت لماركوس لما بدأ في الكوارتر الثاني كوتش سامر النادي السد يلعب على الانسايد على ماركوس البيج مان بدأ يسجل وبدأ يجيب سكور لكن دلوقتي اول مرة من بداية يبدأ الكرة توصل لماركوس تحت الحلقة فبياخد فيها فاول وده دليل على ان الانسايد مهم جدا يتلعب على ماركوس ماركوس عنده حدود سجلية لكن يمكن ارهق التبادل الدفاعي اه وجازو بيدخل عليه بيرجع عليه تعب جازو لعيب صغير برضه وعنده بينزل بحماسه بيقعد بره يريح كتير وينزل فعلا التبديل على ماركوس فعلا ارهقه والكره هنا مع موستي لسنجلتون للراجل الخبره ده سليمان الخبره سليمان وبتتقطع من ايده وفوده فوده 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 هيد اللي جاي هيد اللي جاي وفوده بياخد فاول ولا لا سجل سجل فودا كره صعبه جدا لكن حتى فودا بيضحك اهو سجل نقطتين مهمين جدا عم بطالب الخطا الكره هنا مع رشدي رشدي وبيحاول ويسجل رشدي رشدي يسجل نقطتين ليرفع رصيد العربي الى 67-53 والفارق 14 اوه يا روبرت ثلاث نقاط يقلص الفارق الى 11 نقطة يبقى 67-56 واضح ان المباراة هتروح وتيجي رشدي رشدي ورشدي يرد عليه بثري بوينت ليعود الفارق الى 14 نقطة وروبرت تاني روبرت هيرد عليه كمان ولا وماركوس روح يا راجل بقى فعلا الاثنين قافلين عليه الخطا على 55 جازو والرابع يبقى دي مشكله هتقابل العربي في الفتره القادمه لسه قدامه شوط عرفان اه موجود جازو لعيب صغير بيجري جازو بيطلع يشوط مع 3 بوينت جازو بيعمل اداء دفاعي كبير بعيد عن الباسكت عرفان تحت الحلقه يعني جامد بدا ينزل سمعك مش سامع وفعلا بدا ينزل احمد سعيد اهو بدا ينزل احمد سعيد لعيب صغير وبيشوط ولعيب كويس و فودة وزي ما قلت برضه كوتش سامر طلع اللاعب ماركوس لانه فعلا بان عليه الاجهاد ونزل اللاعب اوستن والثري بوينت اللي يعني مش عايزه تيجي ولا عايزه ترجع يعني 14 نقطة والفارق ومتبقي 43 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث والكرة مع النادي العربي والمان تو مان بريس من أول الملعب البريس من اول ملعب اهو وفي تراب لكن موستي يعني صعب تخبط الكوره رشدي بيكلم زمايله لسنجلتون وموستي يا ولد يا موستي يا ولد يا ولد
لاعب كبير، لاعب كبير جدا جدا مصري، يثبت للجميع انه من افضل اللاعبين في المنطقه العربيه فعلا. لعيب اداؤه عالي، دريبلر قوي جدا، ماكينه 3 بوينت، يعني عنده رؤيه، بيعرف امتى يشتغل وامتى يشغل زمايله. يعني انا شايف مصري ما شاء الله من افضل الصفقات اللي عملها النادي العربي هذا العام. هنشوف طبعا الحكام بعد مراجعة الفيديو هيحصل ايه. السكور كده بعد كوتش سام، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في فارق 16 نقطة. يعني طلعت جاز وبرده لها 8، لسه المباراة لم تحسم، لكن الامور تتجه الى صالح النادي العربي. ايوه ايوه، يعني مصري لغايه الان هو ب 25 نقطه بالضبط، والفعاليه الافضل في المباراه 27 ما شاء الله. يعني افضل مسجل لغايه الان يليه روبرت ب 14 نقطه، احرز ثلاث ثلاثيات في الثاني الربع الثالث. وطبعا دي بتنهي الكوارتر الثالث لصالح النادي العربي 72 56، ولسه مع كوتش سامر والارقام والاحصائيات اللي موجوده للاعبين. بالضبط، يعني عم موفقين بالنسب المئويه. ايوه ايوه، نسبه 64% نسبه جدا ممتازه على التو بوينتس، 3 بوينتس نسبه 42 نسبه لا باس فيها كويس. لا كويسه 42 8 من 21 السد غير موفق بالثلاثيات. ايوه ايوه بالشكل المطلوب نسبه 21 على الفري ثرو 10 من 12 للعربي، 6 من 12 لنادي السد، يعني فقط 6 ربيات حره برضه، هذا الا هتفرق في النتيجه طبعا. ولكن يساوي 8 مقابل 9، ستيل 9 للعربي مقابل 4 للسد، بلوكشن 2 مقابل 3، 2 اوفر 10 على السد مقابل 5 على العربي. يبقى جميع الاحصائيات بتقول العربي يتفوق لحد دلوقتي. هل السد ليه راي ثاني؟ ده طبعا هنشوفه في الكوارتر الرابع والاخير. تتوقع كوتش سامر الامور بنسبه كام ممكن يرجع السد؟ ايوه لازم يلعب بالتوقيت ولازم يحرص يبلش بالتوقيت، لكن انا كلي اخشى عن لياقته البدنيه لا تسعف. جيد، يعني اللاعبين البدلاء صحيح دخلوا الان، لكن هم ما دخلوا اجواء المباراه، لو دخلوا مع مراحل في البدايه واحده هوك شوت كده بيسجلها، يبقى وجود جاهزه في الملعب بيفرق كتير جدا مع نادي العرب. قدر السد ها سجلتون، يبقى فعلا التغييرات اللي حصلت في نادي العربي غيرت في الاداء للافضل بشكل ايجابي. وخالد سليمان لمين؟ لجازو اللي عمل سبين موف وسجل، خد فاول، خد فاول. يبقى جازو هيشوط كورتين جازو، وفي تغيير من نادي السد، نزل ماركوس وفيصل ابو عيسى، وطلع احمد سعيد، وطلع اللاعب اوستن. فيصل عيد السد الى اللقاء اذا كان موفق على الثلاثيات، اخر ثلاثيتين كان مش مرتاح بدنيا، الان اخذ قسط من الراحه يعني. يبقى احنا في انتظار اداء مثالي من نادي السد ودفاعات قويه علشان يقدر يعود للمباراه ونستمتع جميعا بمباراه قويه. هنشوف وجود فيصل هيفر وماركوس، والكره هنا مع روبرت.
لباباك جايه جايه باينه باينه قوي انها طالعه مظبوطه من ايده، والثري بوينت يقلص الفارق الى 11 نقطه. 11 نقطه هي الفارق. و رشدي لسنجلتون، لرشدي هيشوط رشدي من بعيد، لا كانت هتيجي ممكن يعني لكن مجازفه شويه. روبرت والباص لكن بياخدها فوده يصلح الاوضاع، وابو عيسى لبابكر، بابكر لروبرت متبقي على الهجمه 6 ثواني، والباص هنا لبابكر تاني. بابكر يا ترى هيعمل ايه؟ هيشوط والشاط وسجل ده عمل ووكينج مخالفه المشي بالكره على بابكر. تايم اوت لصالح النادي العربي كوتش في وقته. يعني يجب على كابتن حاتم ان يقول انه يجب عدم اللعب بالفرديه زي ما شفنا شوط رشدي الماء الاداء، ايوه بينما كان ياسر خدع بالتالي لاستلام الكره والتسجيل. الان المباراه لا تحتمل اي تيرن، ايوه لا تحتمل اي كره طائشه، يجب اللعب بالجماعيه، يجب اللعب بجديه حتى يضمن الفوز. في المقابل فريق السد ليها تمنها، ايوه فرح نشوف 5 دقائق. اعتقد ان برضه نادي السد هيركز كتير على النواحي الدفاعيه والانتقال من الدفاع للهجوم بشكل اسرع لمحاوله اللحاق بنادي العربي. يا ترى ده هيحصل ولا فعلا زي ما قلت يا كوتش سامر ان النواحي البدنيه كان ليها تاثير على نادي السد؟ السد عمل في الكوارتر الثاني دفاعات قويه جدا عاد بها للجيم، يا ترى هيقدر في الفتره دي؟ طبعا دلوقتي 5 دقائق، هي تقريبا 5 دقائق يعني كافيه ان السد ممكن يعود للجيم مره اخرى. كمان كابتن احنا بنشوف اللاعبين القائمه النادي العربي لاعب ب 10 لاعبين من اصل 12، بينما نادي السد لاعب ب 7 لاعبين من اصل 12. صحيح صحيح، يعني النادي العربي وزع المجهود على اللاعبين، وده لوجود طبعا عنده بنش اكتر من بنش نادي اسد. شايف يعني اداء من لاعب النادي العربي ولوحده خالص جاهز، لوحده لوحده لوحده، ولكن الفاول على ماركوس، الفاول على ماركوس يستوجب رميتين، يبقى جاهزه كلمه سر النهارده، جاهزه كلمه سر، ولو طلع جاهزه من الملعب يبقى الاداء هيبقى صعب. يعني لعيب نادي السد لو اتلعب عليه شويه عشان يديله فاول يبقى هيبقى نجح في تقريب يعني السكور بشكل كبير. يعني ايوه، ما هو انا احنا دلوقتي بنقول نادي السد هيسعى ان هو يديله الفاول الخامس، يعني يطلع يلعب عليه يحاول يروح عليه. ايوه بتجيش وبياخدها ماركوس وروبرت، الفارق 11 نقطة لصالح نادي العربي، والمتبقي 4 دقائق 30 ثانية، وفودة لروبرت، روبرت والاوت لصالح نادي السد، الاوت لصالح نادي السد. يا ترى هيكون ايه نادي السد؟ هنشوف هيرجع للجيم والمباراة تشتعل مرة أخرى. خلاص احنا يعني في أوقات دلوقتي أي غلطة محسوبة، أي غلطة ليها ثمن. مصطفى فودة وبتعمل له السكين أهو، هيشوط ولا لأ؟ والباص والشوطة لكن جه في الوقت المناسب، سليمان بيجيبها من أعلى نقطة. وبوستي طبعا زي ما قال كوتش سامر تعليمات اللاعبين يلعب على الهجمة كاملة، يهدي ملعبه هو كسبان والكرة تطلع المضمون. بس شايفين أداء هادي جدا اهو، متبقى 4 ثواني، بيشوط ما بيجيبش، بيطلع بابكر لروبرت وابو عيسى بس مش هياخد فرصه، خالد سليمان مش سايبه، وبوستي لكن يا وماركوس يسجل باسكت هايل جدا وياخد معاه فرصه. الراجل ده لو استلم تحت الحلقه يا كوتش هيعمل مشاكل، طبعا هيعمل مشاكل لانه طويل جدا، هو طلع في الملعب خاصه انه نسبته على الرياح مره جايه
يبقى يسبب مشكله. بالظبط كوتش. وعلى فكره لو حضرتك تلاحظ معايا الفرق فقط 9 نقاط ومعاه الكوره، يعني لو سجل دي يبقى 8 نقاط. طالما نزل تحت العشره بنقول يعني دخلنا الجيم. دخلنا الجيم. وبالفعل سجل ليقلص الفارق الى 8 نقاط 78-70. لم تنتهي المباراه، لم تنتهي المباراه. انا اعتقد كوتش حاتم بيفكر لو الكره دي ضاعت منه ولا حاجه يفكر في التايم اوت. هنشوف موستي بيسلم لي خالد سليمان. الخبر الخبر خالد سليمان وشوط ما جاتش، وفي الحاله دي السد السد السد. الكره دي نفسيا هترفع السد كتير، نفسيا هترفع السد. لو سجل دي ورجع الفرق الى 6 أو 5 نقاط هيبقى الامور خلاص في الملعب. وفوده بيسلم لروبرت، ودفاعات نادي العربي تكتلت تحت الباسكت، والباص وارى جازو ارى، والباص لموستي بيعرف يتصرف، والباص لجازو لجازو يسجل. ايوه ايوه موستي لو مش تقيل على الكوره كانت الكوره دي ضاعت، لكن هو عرف قدر يعمل باص جميل. وروبرت لفوده، وراح فوده وهيجيب باسكت، جاب باسكت وسكور فعلا يرجع او تاني للجيم. ايوه والله يسجل باسكت وياخد وان مور. فوده فوده اليوم نجم نادي السد بدون منازع. فوده والفاول الخامس. يبقى احنا اذا تمددت الاوقات مشكلة العرب. وحضرتك كنت بتقول على دور خالد رجي ليه دور كبير في الفرقة، لما يطلع دلوقتي 5 فاول بالتأكيد هيفرق. وفودة يسجل والفارق يتقلص إلى فقط 7 نقاط. 7 نقاط ده فارق مش كبير، متبقي 2:30 يعني لسه في وقت، لسه في وقت. موستي بيسلم لي سليمان لسنجلتون اللي لازم دلوقتي يلعب. سنجلتون لازم سنجلتون يسجل، مش لازم دلوقتي فيها بوراس في. ايوه فيها بوجاس، لكن سنجلتون بيصلح وبيحاول وبياخد فاول من فيصل ابو عيسى. 80-73 2:06 تفصلنا عن نهايه المباراه. يعني دفاعات قويه من نادي السد، بدا السد يعني يلعب باكثر عنفا شويه تحت الباسكت. فارق فيصل في الاداء يا كوتش سامي. سجلتهم بيسجل الاولى. لعيب لعيب. وبيسجل سجلته الكره الرميتين، وبيطلب العربي تايم اوت. لو استنى 6 ثواني كان يقدر يستطيع يصنع الكره بالتصوير معه. هو 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 تقريبا كوتش ان هو اصلا كسبان، فهو يعني العربي اللي طلب. العربي. انا شايف التايم عند العربي يعني. تسعة نقاط لسه، لسه يعني ثلاثية بتأزم بتأزم. ايوه وخصوصا الكرة مع السد. مع السد. بالظبط بالظبط بالظبط. الكرة دي هيكون ليها
يعني اثر كبير في نتيجه المباراه. وروبرت ومعاه مين؟ مصطفى لاشين، نازل فايق بدنيا جاهز. فلفودة فودة يا ترى هيشوط شوط يا ما جاش، لكن فودة خدها تاني وهروح على الباسكت وسلم باباك هيشوط القلق. طبعا التصويب بثلاث نقاط سلاح ذو حدين دلوقتي، سلاح ذو حدين ما جاش. الخبر مستا هيقف، يبقى الجيم كده بيتسحب يعني خلاص، قد نكون يعني 90% رايح ناحيه العرب. لكن لا نعلم عجائب كره السله. اه طبعا طبعا طبعا، احنا سايبين ال 10% دي للعجائب. وبوستي والباسكت، الله 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 على الباص، تاني مره بوستي يعملها، بيروح وبيسلم للي جاي قاطع وبيسجل نقطتين ليرفع الفرق الى 11 نقطه. ونقول العربي كاد ان يحسم اللقاء، ونقطتين من فودة، نقطتين من فودة. الكرة مع سنجلتون والفاول على السبورتس، الفاول على فودة. وبكده يعني نقول كوتش سابع 53 ثانية، الفرق 12 نقطة، الفرق سوري 8 نقاط. خلاص العربي خلاص كده يعتبر حسم اللقاء، فاز في الدوري وفاز في كاس قطر. العربي يحصد جميع بطولات كره السله لعام 23 24. ويسجل سجلتون، 9 نقاط الفرق، متبقي 53 ثانية و9 اجزاء، والكره مع سجلتون. سجلتون يسجل الثانية، سجلتون والعشر نقاط هم الفرق، والكرة أيضا مع نادي العرب. الفرق 53، هل هيلعب على الفاول جيم؟ ولكن طبعا هي مجاز يعني صعبة يعني، فعلا على الفاول أهو بيوقف التايم. بص ما بيضيعش أصلا. بوستي بيسجل، بوستي ما ضيعش ربع حره من بدايه الجيم، فعلا لعيب موهوب، لعيب موهوب يعني، اتحط في قائمه كبار اللاعبين العرب. ايوه بالظبط. عمرو الجدي ليه ستايل مختلف وبيقدر في اضيق الظروف يسجل. والفي فاول هنا طبعا شايفينه لصالح مصطفى فودة، فاول لصالح مصطفى فودة. طبعا احنا بنقول ان المباراه قد تكون حسمت للنادي العربي، ولكن طبعا السد يحاول ولا ييأس، يحاول ولا ييأس. هيقدر نشوف هيقدر ولا لا، مع يعني طبعا احنا متفقين كوتش سابق ان المباراه غالبا راح خلاص. على حساب زي ما بحكي لكن ما بنضمنش عجائب كره السله. لا هي كره السله طبعا يعني، بس لو جينا للادوات اللي موجوده في ايد كل مدرب، السد عنده طيب اول واحد متبقي. بس برافو للسد انه عم بيقاتل لاخر لحظه. ايوه طبعا 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 طبعا. العب لعبك واترك يمكن، ويمكن كوتش سابق احنا اتكلمنا يمكن قبل اللقاء وقلنا ان العربي يملك من البنش بره الفريقين، يعني العرب لو طلع بخمس لعيبه ممكن ينزلوا خمسه من بره يلعبوا بنفس الاداء والنتيجه لا تتاثر كثيرا يعني.
فطبعا السد يحاول ويجتهد. وانا بصراحه انا يعني معجب باداء الفريقين النهارده ومباراه فعلا قويه تليق باسم الفريقين فعلا. يبقى هيشوف مصطفى فوده. فوده هيشوط الفارق 12 نقطة. طبعا اعصاب وحالة نفسية طبعا لمصطفى اللي مؤدي النهاردة اداء جميل جدا وعامل سكور عالي. مصطفى اليوم مصطفى عامل 21 نقطة بتعب. طبعا اجهاد. يعني مصطفى يؤدي اكثر من اللاعبين المحترفين في الملعب لحد دلوقتي. شايفه متواجد في الملعب اكثر من الاثنين المحترفين. فعلا دفاعات من نادي السد ومستي. يصعب المهمه. خلاص باقي 35 اعتقد الفريقين ارتضوا بالنتيجه. ده مأسف. شوط وروبرت هيقف ويشوط على طول اكيد. مفيش وقت. شوط يا فيصل ما جابش. و كده يا كوتش خلاص اعتقد يعني اللعيبه خلاص هتسيب الكوره دلوقتي. ونقدر نقول الف الف مبروك لنادي العربي المتميز لعام 23-24 والحاصل للثلاث بطولات واداء قوي جدا. وهارد لك نادي السد باداء عالي واجتهاد من اللاعبين واداء متميز من جهاز فني كابتن ياسر احمد والمدربين والجهاز المعاون ليه وكوتش حاتم مملوك. مبروك هو جهاز المعاون. وسعدنا جدا النهارده بهذا اللقاء والنهائي الذي يليق فعلا واستمتعنا زي ما كوتش سابر قال. اتفضل كوتش سابر. والله تسلم كوتش. والله انا لسه هقول لحضرتك ان انا سعدنا بالمباراه وسعدنا بحضرتك بشكل خاص وجودك معانا النهارده ويعني بملحوظاتك وبعض النقاط الهامه اتعلمنا منك حاجات يا كوتش. جزاك الله خير ونشوفكم ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. نترككم في رعايه الله وامنه وفي امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النادي العربي احتفالا بالفوز.
ألف مبروك للنادي العربي الثلاثية لهذا فيديو لأيوبين في شاشة الآن عن كأس سمو الأمير وختام هذه البطولة والحصول على الثلاثية، ثلاث بطولات للنادي العربي هذا الموسم في إنجاز تاريخي لم يتحقق تاريخيا للمرة الأولى هذا الموسم، العربي والثلاث بطولات الدوري والكأس وكأس سمو الأمير. ألف مليون مبروك للنادي العربي. خالد خالد تغيب الشمس تمتش وجه مرادك في السما
أصحاب السعادة والسادة الحضور الكرام، ندعو الآن سعادة السيد محمد بن يوسف المانع النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة السيد محمد سعد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب لتكريم السادة المحتفى بهم. بداية الشركات الراعية، شركة النخبة موتورز ويمثلهم السيد أحمد السباعي، شركة العطية للسيارات والتجارة ويمثلهم السيد حسام أبو شادي، برزان للعطور ويمثلهم السيد صالح مبروك برباع، شركة بيوند سبورت ويمثلهم السيد أحمد كزويني، شركة جلف كرافتس ويمثلهم السيد فيكين ديما جان، ندعو السادة ندعو السعد المحتفى بهم لأخذ صورة جماعية. تكريم درع التفوق العام لهذا الموسم وحصل عليه نادي السد الرياضي. حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب النادي العربي مصطفى حسين. موستي
والآن تكريم حكام المباراة. والآن مع تكريم صاحب المركز الثاني فريق نادي السد الرياضي. الحضور الكرام، والآن الحضور الكرام، أما الآن مع البطل صاحب الثلاثية لهذا الموسم، بطل الدوري، بطل كأس قطر، وبطل كأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى، فريق النادي العربي.
الآن مع كأس البطولة